قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن سلطات الحجر الزراعي أبلغت من قبل الجانب الروسي رغبتها في زيادة صادرات الموالح المصرية إلى الأسواق الروسية بعد حظر المنتجات الزراعية التركية لأسواقها، واطلع الجانب المصري الجانب الروسي جميع الإجراءات الرقابية التي اتخذها الحجر على الفحص والمتابعة للمزارع ومحطات التعبئة لتصدير منتج خالي من أي أمراض تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية وطبقا لمعايير الصحة النباتية التي أقرتها المنظمات الدولية المعنية بالزراعة. وأكد رئيس الحجر الزراعي أن وزارة الزراعة مستعدة لتلبية كافة احتياجات الأسواق الروسية من المنتجات الزراعية وتغطية أسواقها دون الإخلال بالأسواق المصرية، وأيضا تلبية الاحتياجات الأسواق المحلية أولا، وذلك لتجنب رفع الأسعار في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مع روسيا التي تهدف إلى أفاق جديدة في مختلف المجالات، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين خصوصا بتوفير احتياجات السوق الروسي من الحاصلات الزراعية مع ضرورة تسهيل وتيسير نفاذ هذه المنتجات.